اهلا بكل الساده المشاهدين في كل مكان اللي بيتابعونا عبر شاشه قناه النيل الازرق. نحن دائما بنحتفي بالشخصيات السودانيه اللي بتكون خارج السودان ومحققه نجاحات كبيره جدا، وثقتنا كبيره دائما في السودانيين لانه عارفين مقدراتهم في السودان. نقول والله لانه الظروف نحن بنمر بها وكذا قد ما توفر لهم يعني المعينات عشان ما يقدر يتفوق، مع انه برضه في عندنا ناس هنا في السودان يعني بيحفروا في الصخره عشان يحققوا ذاتهم، ولكن في الدول المتقدمة برا الحاجات لأنها متوفرة خاصة في مجال البحوث الطبية، فبالتالي يسهل إنه الإنسان يبدع ويقدم عطاء وافر جدا. سعداء جدا بوجود الدكتور أيمن قاسم واختصاصي المناعة والبحوث الطبية. دكتور مشرفنا اليوم والحمد لله على السلامة. مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ أمجد، أستاذ فاطمة، مرحبا بكل المشاهدين. سعيد جدا إنه أنا موجود بينكم الليلة. مرحبا بك والحمد لله على السلامة. وما زال العالم لا سيما السودان يعاني من هوس فيروس كورونا. في السودان نوعا ما، وانت بتكون تابعت الحاجة دي من خلال تواجدك في السودان، السودانيين ما ملتزمين بالقواعد والنصائح والإرشادات اللي صادرة من وزارة الصحة، لو هي الكمامات والمعقمات وغيره والتباعد الاجتماعي وغيره من التفاصيل. إلى أي مدى عدم اتباع النصائح والإرشادات قد تؤثر سلبا على المواطن السوداني من فيروس كورونا؟ حقيقة الأهم من إنه نحن ننظر للمسألة بتاعت الالتزام، بنعاني لوضع الدولة كدولة من الناحية بتاعت العرضة. السودان يمكن ده من حظه انه هو ما في عرضه عاليه لمرض الكورونا. كلنا بنعرف انه مرض الكورونا هو مرض مستورد، ويمكن حاجه كويسه وما كويسه انه السودان ما قبلت كثيرين من الناس في العالم، ما مفتوح تجاريا بصوره كبيره، ما مفتوح سياحيا، فعرضتنا اليوميه لاستقبالنا للغرباء من الناس الجايين راجعين للسودان، كان سودانيين او كان اجانب، اقل بكثير مقارنه بالدول اللي نحن نسمع بانها متاثره بالمرض، حتى مقارنه بالدول العربيه اللي حوالينا، الدول الافريقيه الاخرى، اوروبا وامريكا واسيا. فهو ده بتبدا الحكايه من هنا، بتبدا من انه الدوله مدى عرضتها، والسودان هو اقل عرضه من الناحيه دي. ما منعت دخول المرض الحكايه دي، لكن البذره اللي دخلت للسودان او قاعده تدخل في كل الموجات كانت قليله. بعد ذلك طبعا بتجي الاحترازات وكذا، الاحترازات صراحه غير مرضيه في السودان، الالتزام اكثر من ضعيف. تسمع في الشارع السوداني يقول لك يعني الشمس بتاعتنا نحن ماشيين ببركه ربنا سبحانه وتعالى وكذا. دي واحدة من الحاجات المؤثرة جدا، ان احنا بقايا من الكورونا عندها عوامل كثيرة ووسائل كثيرة جدا، واحدة منها الكون السؤال بتاعك ده هي بيطرح او بيتكلم عن واحدة منها من مجمل حاجات كثيرة، وهي مسؤولية كبيرة بتبدا داخل وزارة الصحة لكن بتمتد لخارج وزارة الصحة، وخارج وزارة الصحة بالنسبة لنا اهم بكثير. في شغل كثير مفروض يتعامل من ناحية بتاعة التوعية والالتزام بالضوابط والمعايير بتاعة الوقاية من الكورونا. نعم. طيب دكتور، شنو على السلالات الجديدة يعني من حيث شنو يعني، خاصة أنت يعني رجل متخصص في موضوع المناعة بالذات؟ أنا بحب أقول لكم ولكل المشاهدين إنه وجود السلالات في الفيروسات ما حاجة محتكرة للكورونا، دي طبيعة لكل الفيروسات الموجودة، ودي الطريقة اللي هم يعني الفيروسات بتحاول تدافع بها عن نفسها، بتحاول إنها تتعايش مع البيئة اللي هي فيها وبتغير من شكلها، لكن ده بكون نتيجة لتغيير تركيبة جينية لها، والغرض بالنسبة لها غرض يعني شريف بأنها هي عايزة تتماشى بالضغوط اللي هي فيها، لأن الضغوط بأنها بتواجه جهازنا المناعي، بتصيبك بتصيب غيرك وبتطلع من غيرك بتمشي، يعني بيكون في اكسبوجر أو عرضة كبيرة جدا لها في المسألة بتاعت الجهاز المناعي، وبتضطر إنها تغير من تركيبتها الجينية وتركيبتها الشكلية. شفنا في كورونا تغيرات كثيرة من السلالة الأم اللي ظهرت في الصين،
في سلالة بتاع جنوب أفريقيا معروفة اسمها بيتا ظهرت، سلالة في إنجلترا، سلالة دلتا اللي كل الناس بيتكلموا عنها هي سلالة ظهرت في الهند وعاملة إحلال سريع جدا جدا، عاملة إحلال سريع لكل السلالات اللي كانت موجودة. يعني مع إنه جنوب أفريقيا كانت لديها مثلا السلالة يعني تبع أو ظهرت كانت يعني أكثر في جنوب أفريقيا، في خلال أقل من شهرين حصل إحلال كامل وأكثر من 91% من السلالات الواضحة في جنوب أفريقيا هي دلتا. دلتا هو ده الحال وعامل صداع لكل العالم حاليا، بتميز بحاجات، بتميز بأنه نسبة انتشاره عالية وأعلى بكثير، ونحن عزيناها لأنه هو بيتغير فيه تغير في الأعراض بتاعته. بكون سمعت بأنه السلالات الفاتت كانت أكثر حمى وصداع أو وجع جسم أو كده، لكن دلتا تميزت بأنها بالإضافة لكل الأعراض دي في أعراض في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي بما فيها احتقان ورشح شديد وكذا. وفي المجال الطبي معروف لما يكون في سوائل كثيرة طالعة من جسم البني آدم بتكون بعد ذاك عرضة لأنك أنت تنقل المرض لغيرك، لأن السوائل دي حتلوث حوالينك وتلوث المكان وتلوث حوالينك، فانتشاره أعلى بكثير من الباقيين، لكن لحد الآن ما أثبت إنه هو أكثر حدة من الناحية المرضية. لكن انتشاره العالي ده هو القلق بإنه معناها وسع نطاق الانتشار وترك فرصة أكبر إنه يوصل لناس بيكونوا مناعتهم ضعيفة أو كبار السن والناس اللي عندهم مشاكل في المناعة بصورة عامة، بعد ذاك الفرصة بتزيد أو الاحتمالية بتزيد في إنه يحصل ضغط في الأجهزة الصحية، وده الغرض الأساسي. وشوفنا الحاجة دي لأنه الكورونا ما بتعتبر مشكلة صحية بس، هي صحية واقتصادية كمان، هزت يعني اقتصادات كثيرة جدا في دول العالم، وكان أهمها إنه الجهاز الصحي ما يصل مرحلة إنه حتى الحاجات الروتينية اللي أنت بتعملها يومياً ما تتأثر. ده حصل يعني الليلة زي ما يعني في اللحظة إحنا قاعدين فيها دي إنجلترا عندها أكثر من 4 إلى 5 مليون من الحالات الروتينية الغير طارئة مؤجلة، وده أرقام خرافية جداً للرجوع لها. يعني إذا رجعنا الحتة دي لوضعنا في السودان، نحن عارفين انه اصلا يعني جهازنا الصحي فيه مشاكل، فبالتالي نحن ما في مكان كويس انه ولن نحتمل انه يحصل ضغط يخلينا نفقد السيطره وكذا. فالسلالات لها دور كبير جدا في المساله دي، محتاجه لوعي كبير. السلالات كمان الدور الاكبر فيها بتعمل ضغط علينا نحن كباحثين في المجال الطبي، وده كلام نحن اتكلمنا عنه قبل شوية أوف لاين، بأنه يعني هي المسألة ما دي سلالة قدامك عمل عليها بحث طلع عليها لقاح أدي للناس وريلاكس، يعني لا، تغير السلالة ده بيخلي إنه الحلقة دي تتعاد، يعني كل ما تحصل كل ما تبدأ سلالة جديدة الحلقة دي بتتعاد، بيشوف اللقاح الموجود اللي عملناه على الأم ده هو عنده كفاءة على السلالة التالية والثالثة وكذا. عملية البحوث عملية مستمرة ما قاعد تجيف، عاملة ضغط علينا شديد السلالات. ده بيقودني لسؤال مباشرة دكتور أيمن، هل اللقاحات دي أثبتت فعاليتها؟ وفي بعض الأخبار المتداولة بأنه اللقاح بيسبب مضاعفات بالنسبة للناس اللي أخذوا الجرعات، سواء كانت الجرعة الأولى أو الثانية، والناس متجهين للجرعة الثالثة، وممكن أيضا تغي الناس من السلالات الجديدة الغير فيروس كورونا. بالتأكيد سؤال جميل ومهم إنه نحن يعني نتكلم عنه شوية. نرجع شوية خطوة لورا ونسأل نفسنا إنه اللقاحات أساسا هي الغرض منها شنو؟ وكلنا يعني في كل المستويات مفروض نفكر في الحتة بتاعت إنه هل اللقاحات دي هي حاجة جديدة اقترنت بس بالكورونا ولا حاجة أساسا موجودة؟ نحن لولا اللقاحات يمكن ما يكون لنا وجود في اللحظه دي، لانه امراض بسيطه زي الحصبه وغيره ما كانت بت يعني حتى شلل الاطفال او الامراض اللي كانت مميته بالنسبه للاطفال كلها عولجت المشكله بتاعتها باللقاحات. اللقاحات كنظريه موجوده يعني بسنين طويله جدا جدا، وهي سبب لي يعني لكنترول للاوضاع في العالم في اي مكان في اي زمان.
بالنسبه للقاح في مساله بتاعت تطويره عمليته معقده، ولكن طبعا الظروف اتغيرت، حصل تطور كتير جدا جدا. في ناس كتير بتتساءل انه يعني اللقاحات ليه بتاعت الكورونا طلعت بسرعه وكذا، فدي برضو احنا لازم نجاوب عليها. اللقاح الوظيفه الاساسيه اللي هو او الغرض الاساسي منه، ودي حاجه احنا لازم يعني نوضحها للمشاهدين، انه اللقاح غرضه الاساسي ما هو انه يوقف لنا حدوث المرض، ما يوقف يعني ما ضروري هو، لو وقف حدوث المرض حيكون بالنسبه لنا بونص، لكن اذا ما وقفوا ما مشكله كبيره. احنا مشكلتنا الاكبر في انه يقلل من حده المرض ويقلل من نسبه الوفيات. ودائما بضرب مثل، بقول للناس، الواحد بيتكلم عن ولد بيقول يا اخي ولدي والله جاو برجم لكن جاو خفيف لانه مطعم. طيب دي هي نفس النظريه اللي احنا هسه متبعينها في مجال الكورونا، بانه الغرض منه ما انه يوقف حده، ما يوقف المرض او حدوثه، ممكن يحصل او ممكن ما يحصل. هو بقلل نسبه حدوث المرض على فكره وبنسبه كبيره جدا جدا، لكن احنا اهتمامنا الاكبر في تقليل نسبه حدوث الاعراض الجانبيه العاليه جدا، او انه الواحد يعني يضطر انه يمشي المستشفى ويضطر انه يحط فيه اكسجين، او لا قدر الله يصل لحاله الوفاه. والحاجات دي بقت مثبته بالنسبه لنا الان، يعني كانت في الاول افتراضات وكده بالنسبه للناس اللي يمكن ما يكونوا عارفين المجال، لكن الان نحن نتكلم مثلا عن انجلترا الليله نسبه الوفيات كانت تصل فيها 1300 1400 وفاه، أس الليله 90 في اليوم، وال90 ديل معظم الناس ما مطعمين. فما في شك في انه التطعيم دوره مهم جدا. بالنسبة للأعراض الجانبية، لما أنت تأخذ التطعيم الأعراض الجانبية بتبدأ من اللحظة اللي أنت بتعانوك فيها، يعني أنت تعانوك الطعنة والألم اللي أنت بتحسها ده يعتبر أعراض جانبية اللي هم يسجلوا يعني في أثناء البحوث وكذا. ممكن يحصل إحمرار، ممكن يحصل حكة، ممكن يحصل ألم بالليل ما تقدر تنوم على يدك الشمال، إذا عملته في يدك الشمال حمى خفيفة، صداع، حمى خفيفة، دي كلها حاجات إذا حصلت أو ما حصلت نحن ما بنقلق. إذا حصلت أو ما حصلت ما بينقلق، وفي معظم الأوقات أنا شخصيا لما تحصل يعني بكون سعيد، لأنه ده معناها في تفاعل حاصل بينك وبين الفاكسين اللي إحنا اديناك له ده، لأنه الغرض منه تحفيز مناعتك. ولما تحصل حاجة زي دي جسمك هو بيتفاعل معها وبيجي في شكل حمى خفيفة أو صداع، فدي ما حاجة مقلقة أبدا. طيب دائما بتكون طفيفة. مضاعفات تصل إلى الوفاة زي ما نحن بنتابع في الأخبار يعني، ولا دي برضه ممكن تكون إشاعات يعني؟ طبعا اللي انت بتسمعيه ده انت سمعتيه لانه في عصر الكورونا، في اي تطوير بتاع لقاحات الحاجات دي حصلت، لكن لانه في تسليط بتاع ضوء شديد، لانه الموضوع بقى اقتصادي، لانه بقى الموضوع عالمي والعالم صحيح. كله متوجه له، وبقى اي زول عنده راي فيه بقت المساله كبيره. يعني ناخذ مثال للسؤال بتاعك ده، في اللحظه اللي حصل فيها 6 وفيات في امريكا بسبب جونسون اند جونسون، من قبل 7 مليون مستقبل للقاح. لو عينت للنسبة دي مع أقل من 1 في المليون، 1 في المليون. نحن دائما عاين للنسبة يعني النفع مقارنة بالضرر، والضرر كان كبير بالنسبة للكوفيد، وما محتاج إنه إحنا نتكلم عنه الليلة، شفناه كلنا، شفنا دول كثيرة أثر به، إيطاليا، البرازيل، الهند، ونسبة الوفيات فيها ما 6 في المليون أو 6 في 7 مليون، نسبة الوفيات عالية جدا جدا. المسألة دي هي بالنسبة لنا مهمة جدا، إنه ما تنسى إنه اللقاح أو أي دواء حتى البنادول اللي بناخده، كل العقاقير كل اللقاحات بتمر بتجارب مكثفة جدا جدا قبل طرحها للجمهور الناس تتناولها بضوابط ومعايير عالمية دقيقة جدا جدا. الكورونا ما عملت اي زي ما بيقولوا، ما اخذت ليها شورت كات في انها تصل للقاحات دي، في اسباب ممكن نتكلم عنها ليتر. ليه طب يا دكتور في علاج للكورونا؟ سؤال. طبعا الاهتمام الاول من ما بدت الجائحه، الناس بيفتكروا انه اللقاح ده علاج، هو يعني عقوا احنا نبين برضه نبسط الحاجه دي. اي ما هو انت في على فكره في لقاحات اسمها لقاحات العلاجيه، ونحن اللقاحات العلاجيه دي مستخدمه في امراض ثانيه، لكن بالنسبه للكورونا لانه كانت بالنسبه لنا طارئه، الاهتمام الاول كان الطارئه بالنسبه لنا كانت اهميتها في انه نسيطر عليها، نعمل وقايه، نقلل من حدتها ونسعى في الوقايه، والوقايه دائما خير.
الفاكسين والتطعيم طبعا هو جزء من الوقايه. بالنسبه لسؤالك بتاع الادويه، حاليا في نوعين من الادويه تم تسجيله، واحد في اليابان وفي واحد في استراليا، حتى في دول عربيه سجلته، قطر، بحرين، كويت، سنغافور، الامارات. هي نحن بنسميها أجسام مضادة جاهزة أنت بتديها للمريض، يعني بديلة وبتقاوم المرض وبتعالجه، يعني لكن بنعالجه بأنه نحن بنحقنه بأجسام مضادة جاهزة، كويس. والحقن ده حقن وريدي على فكرة، يعني بالوريد. هي سجلت في الدول دي، لكن الشركات الضخمة في المجال ده لسه ما وصلت مرحلة إنه يكون العلاج ده متاح بصورة أوسع ويكون سعره مقبول للدول ومقبول للشعوب دي. فده المرحلة الثانية إحنا حاليا فيها. في كم خيار ثاني إحنا شغالين فيه، لكن طبعا إحنا مجالنا ده فيه سرية فما بقدر أتكلم عنهم بتفاصيل. تبلغ عن كورونا ممكن يعالج دلتا، لكن محتاجين له، ونحن في المرحلة دي مع ظهور اللقاح واللي احنا شايفين التطور الحاصل. واللقاح صراحة عدل مشاكل دول كثيرة جدا جدا. أولا طبعا إنجلترا، مع أنه الأيام دي متشككين شوية بعد ما هم أعلنوا بأنهم يوم 19/7 كان يوم الحرية بالنسبة لهم، والدوري الإنجليزي رجع في مكانه وكل حياة رجعت في مكانه من غير ماسك من غير كله. ده كله بسبب إنه هم وصلوا أكثر من 60% من يعني تقديم اللقاح للجمهور، والإحصائيات بتاعتهم كلها بتقول الناس اللي في المستشفيات والناس اللي قاعدة يصيبوا بالمرض أو بيموتوا هم ما مطعمين. فما في شك وما في يعني ما في شك إنه اللقاح مهم لأنه يغير الخارطة بتاعت الوباء في الدولة المعينة. طيب ارتباط كورونا بالبرودة، يعني ونحن مقبلين على فصل الشتاء، فدايما بيقول لك الكورونا أو المرض تحديدا يعني الأنفلونزا عموما بعيدا عن كورونا بتكون نسبتها زايدة في فصل الشتاء. يعني بقول نحن في السودان دولة درجة حرارتها عالية، فعشان كده الناس زي ما انت ذكرت خلينا على ربنا. انت بتكون سمعت الكلام ده حتى قبل أول يوم الكورونا تظهر فيه في السودان، وظهرت في النهاية. يعني احنا سمعنا الكلام ده قبل ما الكورونا تيجي، في ناس قالوا الشمس بتاعتنا ذات الموضوع دي ما حتجينا وما حتدخل، وسمعناه قبل ما الكورونا تيجي وفي النهايه قدر الله انها دخلت. الكورونا جات في شكل موجات. يعني لو اخذت مثال مثلا للموجات المرضيه الافريقيه اثرت جدا بالكورونا، ووصلت حد انه في لحظات بيكون الحالات اكثر من 28 29 الف حاله في اليوم، كويس. نسبة الوفيات برضو كانت عموما ما عالية، لكن كرقم كان كبير. الثلاثة موجات اللي حصلت هناك في جنوب أفريقيا، الموجة الأولى كانت في الشتاء، الموجة الثانية كانت في الصيف، كانت أعتى بكثير من الموجة في الشتاء. لما رجع الثاني أسي أنا راجع من هناك كان في نهاية موجة الثالثة، كانت أضعف بكثير من الموجة الثانية كانت في الصيف. يعني المجموعة الثلاثة موجات، الموجة في الصيف هي كانت الأعتى وأقوى وكان فيها نسبة الوفيات عالية جدا جدا ونسبة الانتشار كانت أعلى بكثير جدا جدا. فما في أي دراسات أثبتت الكلام ده إنه بتتأثر بالأجواء، وإلا ما كانت انتشرت في العالم كله. يعني هي انتشرت في اللحظة اللي فيه الجانب الشمالي من العالم والجانب الجنوبي من العالم كله كان مضروب في نفس اللحظة. ونحن عارفين اختلاف المناخات، لما يكون الشمال شتاء بيكون صيف في الجانب الثاني وبالعكس. فالارتباط قليل جدا جدا. والحاجه الاهم من كده برضو الدراسات الاخيره بتثبت انه الانتشار اعلى من الشخص لشخص مباشره. انا ما داير اقلل من اي ضوابط احترازات او كده في المساله بتاعت الاسطح وكله، الناس كلها لسه ملتزمه به، لكن في إثبات إنه إنت جاك أنا جيتك لقيتك حيجيني حمشي بيتنا حيدي أمي، يعني الموضوع مرتبط مع بعض شديد. طيب نعم. السؤال دكتور اللي بيطرح نفسه، يعني أنت الآن يعني شغال في مؤسسة كبيرة محترمة في جنوب أفريقيا وشايف يعني العالم كيف بيتعامل مع البحوث الطبية والحاجات دي بحذر شديد وبيصرف برضه كثير من الإمكانيات، نحن وين في السودان؟
احنا برضه ما عندنا حاجاتنا الخاصه اللي محتاجه ليه. والله يا استاذ امجد الحاجه اللي تعلمناها انه كل دوله عندها ظروف الخاصه بها. وانت ما حتتعامل مع الحاله دي الا بوجود يعني بالظرف اللي قدامك. السودان ظروفه يعني ما تتقارن تحتاج ايوه ما طبعا اكيد. لكن لو تكلمنا عن كورونا بكورونا بصوره خاصه, ظروف السودان في الكورونا والجائحه كجائحه في السودان انا ما عايز استهون بها ابدا, يعني بقلتها او بكثرها نحن بالنسبه لنا مهمه ولازم نكون مهتمين بالحاجه دي. وزاره الصحه بجد يعني انا متابع مجهودات وكذا. في النهايه انت بتتعامل بالوضع الحالي والحوجه اللي قدامك, الحوجه اللي انت محتاج ليها, لان الموضوع برضه مرتبط اقتصاديا وفي دول ما بتتحمل اي غلق للمحلات التجاريه وكذا وكذا, والحاجه دي هزت زي ما قلنا دول كثيره جدا جدا. في مساله بتاع التوازن وتوازن دقيق وصعب جدا جدا, يعني دول ثانيه عملت الغلق ده بستيجز, يعني مرحله اولى يقول لك ان احنا اللي الاسبوع ده في المرحله الثانيه, الاسبوع الجاي احنا في المرحله الثالثه, وكل مرحله عندها ضوابط معينه وبيعينوا للتاثير الغلق ده ونتائجه السلبيه ممكن تكون على المواطن شنو, لانه نحن ما دا نصل مرحله انه المواطن يقول لك يا اخي انا اصلا ما لاقي اكل عشان انت تقول لي 1 2 3. فهي صعبه, معادله صعبه جدا جدا. لكن نرجع لنقطتنا الاولى بانه قدر شنو حجم المشكله في السودان. صحيح. المشكله موجوده وحصلت, ونحن ما في نكران انه الكورونا دخلت السودان, حتى الناس شاكين ان كورونا موجوده موجوده, لا هي موجوده وللاسف يعني اثرت بها يعني قصد بها ارواح ونطرحها عليهم, يعني اكيد في اقارب لينا وفي اصحاب فقدوا. لكن بنرجع بنقول انه حجم المشكله دي احنا نتعامل معه قدر حجمه. ونحن في السودان زي ما عارف دكتور ايمن يعني برغم الامكانيات المتواضعه, لكن تحيه لوزاره الصحه السودانيه يعني بذلت ما في وسعها من اجل السيطره على هذا الفيروس. في دول كبيره وغنيه جدا ما قدرت تتحكم في فيروس كورونا. انا قبل سالتك سؤال هو مهم جدا قد يتبادر في اذهان الجميع, هو ضاع بين السطور, لكن هل اللقاح بتاع كورونا ممكن يساهم ايضا في دلتا او يكون جزء من المناعه ويخفف من المناعه مقارنه بالسلالات الجديده زي دلتا وغيرها من الفيروسات؟ كل اللقاحات المتاحه دي اتعملت فيها بحوث قصاد الدلتا واثبتت يعني كفاءتها, تراوحت يعني كفاءه صراحه تراوحت وقللت شيء من الكفاءه بتاعه اللقاح ذاته. لكن زي ما قلت لك المجهود مستمر تماما, والناس بتتكلم عن جونسون جونسون وجونسون جونسون, دي واحده من الحاجات احنا المفروض برضه نتكلم عنها بسرعه. جونسون جونسون الناس بتقول ليه جابوه لنا في السودان, ليه جابوه في افريقيا؟ لانه سمعنا في الاخبار والله كان في باتش في المصنع متلوث قمنا جدعناه وبايدن اداه لافريقيا. الحاجات دي يعني الناس تنظر لها بنظره مختلفه تماما, يعني زيه زي اي مصنع لازم يكون فيه ضبط جوده, لما يكون في باتش ملوث ما حيطلع, وفي ضوابط دقيقه جدا. يعني انا متاكد تماما انه الباتش الجاي للسودان عن طريق وزاره الصحه هو يعني مضبوط تماما, ما فيه اي مشاكل من الناحيه دي, وهو والامانه وسلامه اللقاح هي الاولويه لما نعمل البحوث اولويتها. يعني لو ما مر من المرحله الاولى واثبت سلامته ويمشي للمرحله الثانيه, ما بيمشي للمرحله الثالثه, ودي المرحله اللي بعدها ممكن يخش في الترخيص انه يمشي للمواطنين. فالسلامة هي نمبر 1 بالنسبة لكل الباحثين, وما قاعد تهاون وكذا. فأنا بحب إنه أتكلم مع الشعب بسرعة بإنه اللقاح لو موجود وعي نفسك, وعي أهلك, وعي أبوك وأمك, يمكن يكونوا ما لصيقين بالمعلومات بإنه في أولوية, أنتم محتاجين للقاح, بالذات الكوادر الطبية لأنه هم معرضين والناس الكبار في السن. بالنسبة لسلامة اللقاح انا بقول انه انا شخصيا اخذت جونسون جونسون شهر 2, اديته لاقرب الاقربين معي في البيت, فلو كان عندي انا شك بانه هو فيه مشكله بتاعه اكيد ما كان اخذته. يعني انت اهل الاختصاص, نحن شاكرين لك جدا وحمان الله وعفى جميع المصابين وربنا يدي الصحه والعافيه للجميع. نحن شاكرين لك جدا دكتور ايمن قاسم اختصاصي المناعه والبحوث الطبيه, شكرا جزيلا, بتمثل السودان خير تمثيل في جنوب افريقيا. شكرا, شكرا جزيلا. شكرا, شكرا. نتواصل معكم الساده المشاهدين, نلتقي بعد الفاصل.